حول هذا الموضوع تحدث الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في اتصال هاتفي في نشرة سابقة، تحدث عن أبرز مساهمات المؤسسة في المجال الخيري قبل وخلال جائحة كورونا. إنجازات المؤسسة بدأت سنة 2001 مع بداية تولي الملك مقاليد الحكم، حيث أسس المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية لتقوم بدور إنساني قيادي برعاية الأرامل والأيتام بطريقة مهنية تصون كرامتهم، وهذه نقطة مهمة جدا. والآن نحصد ثمار هذه الرؤية الملكية الإسلامية. المؤسسة تراعي 11,000 يتيم وأرملة، وتقدم لهم الدعم المعيشي والصحي والتعليمي، إضافة بأن البحرين تقدم العون لخارج البلد للدول المتضررة. مبادرة أنا خير دعم من الإعلام لكم، شكر جزيل مواقفكم الجميلة مع المؤسسة. انطلقنا في هذه الحملة لاستفاد من الكثير في البحرين.